بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفة اليومية عبر برنامجكم عناوين، لنطالع وإياكم أبرز عناوين الصحافة المحلية والعربية والعالمية، حيث أبرم كل من الشركة العمانية للاتصالات عمان تل والاتحاد العماني لكرة القدم اتفاقا جديدا يقضي باستمرار رعاية الشركة لدوري عمان تل لثلاثة مواسم قادمة اعتبارا من الموسم الكروي 2019-2020 وحتى نهاية الموسم الكروي 2021-2022. صحيفة الوطن تابعت تفاصيل الاتفاق فخرجت بعنوان تقول فيه: الشركة العمانية للاتصالات عمان تل والاتحاد العماني لكرة القدم يوقعان اتفاقية رعاية دوري عمان تل لثلاثة مواسم. ووصفت الصحيفة استمرار التعاون بالأمر الإيجابي من الشركة باستمرارها في مساندة الاتحاد لإظهار المسابقة الأقوى بمظهر يليق بسمعة الكرة العمانية التي ينتظرها تحديات كثيرة في المرحلة القادمة. الجدير بالذكر بأن الشركة العمانية للاتصالات بدأت في عقد الشراكة مع الاتحاد لأكثر من 10 سنوات، وأجرت مراسم توقيع عقد الرعاية بصالة الفعاليات بالمبنى الجديد للشركة العمانية للاتصالات عمان تل بمدينة العرفان بحضور طلال بن سعيد المعمر الرئيس التنفيذي لعمان تل وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من المعنيين بالجهتين وممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة. أشارت صحيفة عمان بالاستناد على مصادرها إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أبدأ موافقته على دمج دور الدرجتين الأولى والثانية، وذلك من خلال التواصل الذي تم بين المسؤولين في الاتحاد ورؤساء أندية الأولى والثانية لتخرج بعنوان تقول فيه: اتفاق مبدئي بين الاتحاد وأندية الأولى والثانية على الدمج. وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة أتت في أعقاب الإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كانت ستخصص للبت في تعديل بعض مواد النظام الأساسي، ما يتيح لمجلس الإدارة إحداث تعديل في نظام الدوري. وجاء التأجيل في 3 أغسطس المقبل إلى 24 من الشهر ذاته، وذلك لسبب إجرائي بحيث لا يسمح النظام الأساسي بعقد جمعية عمومية قبل مرور 4 أشهر على آخر جمعية. وكان الاتحاد قد عقد قبل 3 أشهر جمعية عمومية عادية، وتم خلالها صدر التوصيات ببحث مشروع دمج الدرجتين الأولى والثانية. من جهتها أشارت صحيفة الرؤية إلى الحراك الدائر في أروقة الأندية مع اقتراب انطلاق الموسم القادم، فالحراك الإداري يطغى على الإعداد الفني الذي لم يدخل حيز التنفيذ في معظم الأندية، فالاجتماعات مستمرة بقصد توحيد الرؤى نحو اعتماد مقترح دمج الدرجتين الأولى والثانية، والكل يدعو إلى تكتل قوي من قبل الأندية. نتابع. وقع اتحاد كرة القدم في خطأ غير مبرر عندما وجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 3 أغسطس، غير أن الدائرة القانونية تفاجأت بالمادة رقم 28/5 التي تقول: لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وفي حالة إقامة الاجتماع غير العادي فيجب أن يفصله عن الاجتماع العادي مدة 4 أشهر على الأقل. ولم يفصل التاريخ المحدد لعقد العمومية الطارئة وهو 3 أغسطس 4 أشهر عن تاريخ انعقاد العمومية العادية، لذا تم تعديل تاريخ إقامة الاجتماع الطارئ إلى 24 أغسطس. خطأ الاتحاد في تحديد الموعد الصحيح لعقد العمومية كان محل جدل وانتقاد كبير لمؤسسة تضم قانونيين ومتعاقدة مع مكتب محاماة الخارجي. من المفترض أن يكون كلاهما حافظا للنظام الأساسي بشكل دقيق، غير أن أحداً لم يفطن إلى المادة الصريحة التي يتضمنه النظام الأساسي، وكانت سبباً في إلغاء الدعوة الأولى وتعديلها لموعد جديد. ومن المنطقي أن يخاطب اتحاد القدم نظيره الدولي بالموعد الجديد إذا سبق ووجه له دعوة لممثله بالحضور في التاريخ السابق، وبات عليه أن يوضح سبب التعديل. تشير التنبؤات إلى أن الاجتماع الأخير والذي عقدته عدد من الأندية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر سيسهل من اعتماد مقترح دمج الدرجتين الأولى والثانية تزامناً مع تنظيمها بطريقة المجموعات الجغرافية، لا سيما وأن الوقت مناسب لتمرير الأمر قبل سنة من الانتخابات لدورة جديدة. وسيتضمن الاجتماع الطارئ المشار إليه إلغاء البند الذي يحدد عدد الأندية المشاركة في الدرجة الأولى، تمهيداً لدمج الدرجتين بالعدد المتاح ممن له الرغبة في المشاركة في منافسات النسخة القادمة.
ورفعت الأندية المؤيدة للدمج تصوراً كاملاً عن المسابقة حمل اسم تكوين في مسعى منها لتحقيق المقترح واعتماده في الجمعية العمومية الطارئة، حيث ارتكز التصور على مساعي التطوير الفني المتزامن مع تعزيز مستوى العوائد المالية من خلال تسويق البطولة. خسر منتخب الناشئين لكرة القدم أمس أمام المنتخب القطري الشقيق بهدف نظيف في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في التجربة الثانية. صحيفة عمان تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: منتخب الناشئين يخسر تجربته الثانية أمام قطر. وكان منتخبنا قد خسر التجربة الأولى أمام المنتخب القطري بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك ضمن معسكره الخارجية المقام حاليا بدولة قطر الشقيقة. وأكمل المنتخب الوطني استعداداته للمواجهة، حيث سعى الجهاز الفني لمعالجة سلبيات المباراة الماضية، وحضر كابتن المنتخب الوطني أحمد كانو في تدريبات المنتخب، وتحدث إلى اللاعبين عن أهمية أن يكون لدى اللاعب إرادة وعزيمة وإصرار لتحقيق أهدافه، كما وجه بعض النصائح للاعبي المنتخب. اختتمت أمس الأول بالصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي بطولة خريف صلالة لكرة الطائرة النسائية الثانية التي نظمها اتحاد اللعبة، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان صلالة السياحي. صحيفة الوطن تابعت نتائج البطولة فخرجت بعنوان تقول فيه: السويق بطلا لبطولة صلالة الثانية لكرة الطائرة النسائية. ورعى ختام البطولة ليلى بنت أحمد النجار مستشارة الوزيرة للبرامج التعليمية نائبة رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وقد توج فريق نادي السويق بلقب البطولة التي شهدت مشاركة 8 فرق لعدد من الجمعيات والهيئات والأندية الرياضية بالسلطنة. أكد المهندس خالد بن علي الصوافي رئيس مجلس إدارة نادي عبري الانتقالي أن مجلس إدارة النادي يسعى جاهدا للرقي بالنادي في مختلف المجالات من خلال الخطط والبرامج والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الفرق الأهلية التابعة للنادي. جاء ذلك في حواره مع صحيفة عمان التي خرجت بعنوان على لسانه تقول: جاهزون للمشاركة في الدرجة الأولى ونعمل على تفعيل استثمارات النادي. وحول استعدادات النادي لخوض غمار دور الدرجة الأولى قال الصوافي: نعمل حاليا جاهدين في تجهيز الفريق الأول من خلال اختيار طاقم الجهاز الفني والإداري للفريق، وكذلك قمنا بتوقيع مجموعة من العقود مع لاعبين محترفين وآخرين من ولاية عبري، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في القريب العاجل، وذلك لتدعيم وتقوية صفوف الفريق الأول لكرة القدم. يواصل المنتخب الوطني لهوكي الشباب تدريباته بمعسكره الداخلي بمسقط، وذلك استعدادا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي للشباب التي تستضيفها هونغ كونغ في ديسمبر القادم، وبطولة كازاخستان الدولية الودية في أغسطس وسبتمبر المقبلين. صحيفة الوطن تابعت تحضيرات المنتخب فخرجت بعنوان تقول فيه: المنتخب الوطني للهوكي يستعد لكأس آسيا للشباب بمعسكر داخلي. ومن المقرر أن يخوض المنتخب 5 تجارب ودية مع المنتخب الأول، حيث خسر منتخب الشباب أولى التجارب الودية التي جمعته بالمنتخب الأول بنتيجة هدف مقابل 3. ويشرف على تدريبات منتخبنا الوطني للهوكي الباكستاني طاهر زمان الذي يمتلك خبرة واسعة في عالم التدريب وإعداد مدربي الهوكي، والذي تعاقد معه اتحاد الهوكي لموسمين منذ عام 2018، وكان قد شارك مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات أبرزها دورة الألعاب الآسيوية بأندونيسيا في الصيف الفائت، تلتها البطولة الآسيوية للنخبة التي احتضنتها السلطنة. تستعد اللجنة العمانية لرياضات السيارات لتنظيم بطولة عمان المحلية لهوكي الجليد للهواة، وذلك في هوكي الجليد المقرر إقامتها في أكتوبر القادم بمشاركة فرق ومنتخبات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. صحيفة عمان تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: لجنة التزلج تقيم بطولتين في هوكي الجليد أكتوبر المقبل. وقال سعيد بن علي الزعابي رئيس اللجنة العمانية لرياضات التزلج أن تنظيم هذه البطولات يساهم في تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة في نشر رياضات التزلج في السلطنة وتطويرها للمنافسة في المحافل الدولية، ذلك من خلال الاهتمام بالقاعدة وتكوين فرق مراحل عمرية وضمنها للأندية. وأضاف الزعابي في حديث لوكالة الأنباء العمانية: اللجنة سوف تنظم خلال الفترة القادمة أيضا بطولة في الاستعراض الحر للتزلج بالعجلات التي تعرف بالفريستايل،
بالإضافة إلى استمرار اللجنة في تدريب المبتدئين للتزلج بالعجلات والتعاون مع اللجنة العمانية للأولمبياد الخاص لتدريب الفئات من ذوي الإعاقة وتجريبهم على التزلج وتأهيلهم للمشاركة الدولية. يستعرض الاتحاد العماني لكرة اليد يوم الغد خلال اجتماع مجلس إدارته مشاركة المنتخبات الوطنية ومواعيد المسابقات المحلية للدرجة الأولى والمراحل العمرية لإقرارها بشكل نهائي. ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها أيضا دعوة الاتحاد الآسيوي للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دولة الكويت والمؤهلة لكأس العالم بجمهورية مصر. صحيفة الوطن تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: اتحاد اليد يناقش مشاركته الآسيوية بالكويت الخميس القادم. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة إعداد المنتخب الوطني لكرة اليد بما يتضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية المقرر إقامتها في إيطاليا 2020 والتأهل للمشاركة في دورة أنوك العالمية الشاطئية بقطر 2019 التي ستقام خلال الفترة من 12 حتى 16 من أكتوبر القادم. أهلا بكم مشاهدينا. شهد سوق انتقالات المحترفين في قطر نشاطا واسعا في الفترة الماضية، وشهدت الساحة عدة صفقات بعضها من العيار الثقيل وبعضها تحيط به بعض المشاكل الإدارية، لا سيما صفقة انتقال خوخي بوعلام من السد للغرافة ثم تجديد عقده مع السد وعودته إلى صفوف الزعيم مرة أخرى. صحيفة الراية تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: صفقات تطبخ على نار هادئة. وتعتبر صفقة خوخي بوعلام من أقوى الصفقات الصيفية حتى الآن، رغم أنها لم تكتمل بانتقال خوخي إلى الغرافة، حيث يعتبر تجديد السد عقده مع لاعبه من الصفقات القوية كون خوخي بوعلام من أفضل اللاعبين والمدافعين القطريين في الوقت الحالي. واستمراره مع السد وتجديد عقده هي صفقة كبيرة من العيار الثقيل، لا سيما أن السد هذا الموسم مقبل على عدة بطولات قوية وهامة تبدأ بالدفاع عن لقبه المحلي مرورا بدوري أبطال آسيا ثم بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر. يواصل منتخب الكويت الأول لكرة القدم تدريباته وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي انطلقت أمس، ويستهل الأزرق لقاءاته بمواجهة شقيقه السعودي في 4 أغسطس المقبل. صحيفة القبس الكويتية تابعت تحضيرات الأزرق فخرجت بعنوان تقول فيه: عوض، أبواب الأزرق ما زالت مفتوحة أمام جميع اللاعبين. وشدد فهد عوض مدير المنتخب على تحقيق المعسكر الإنجليزي لجميع أهدافه خاصة على مستوى الإعداد البدني للاعبي المنتخب، وهو ما كان الهدف الأهم للجهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو جوزاك، بالإضافة إلى التدريبات الفنية وقياس مدى الاستفادة منها وتطبيقها في اللقاءات التجريبية 4 التي جاءت متدرجة القوة وصولا إلى المواجهة الأهم أمام أستون فيلا الإنجليزي الذي خاض المواجهة مكتمل الصفوف في وجود جميع لاعبيه المقيدين في قائمته للدوري الإنجليزي الممتاز. نبقى في بطولة غرب آسيا التي حظيت باعتراف دولي من قبل الفيفا، فقد استغل عشاق الكرة العراقية هذا الحدث الكبير لتكريم رواد الرياضة وتحديدا نجوم كرة القدم، لكن هذه المبادرة أيضا لم تنفذ بالشكل السليم، وهذا على الأقل من وجهة نظر الإعلامي إياد الصالحي في مقاله المنشور على صفحات المدى العراقية. نتابع. أمر يدعو للغبطة أن ينبري صحفي رياضي لبلورة فكرة دعم عوائل 5 من نجوم الكرة العراقية رحلوا عن الدنيا وتركوا مآثر بطولية
تخلد منجزاتهم لبلدهم. ولقيت المبادرة هذه دعم محافظ العاصمة في وقت تخلت جميع المؤسسات المعنية بالرياضة واللعبة خاصة عن دعم النجوم القدامى بمن فيهم الأندية التي مثلها المكرمون في احتفالية ملعب الشعب الدولي الاثنين 29 من تموز 2019. اللاعبون الدوليون السابقون المتوفون علي كاظم وناطق هاشم وعلي حسين ومنذر خلف وعباس رحيم حسب أسبقية تمثيلهم الأندية والمنتخبات عبر تاريخ حافل بالعطاء الثري. كانوا يشغلون تفكير زميلنا ضياء حسين منذ فترة طويلة بهدف إيجاد مناسبة توفر فرصة ثمينة لمساندة أسرهم التي تمر بظروف صعبة وتحقق له ما أراد عبر جمعه لاعبين مثلوا منتخبي أبطال آسيا 2007 بقيادة يونس محمود ومنتخب بغداد بقيادة أحمد راضي. وأدار المباراة الحكم الدولي السابق حازم حسين وأشرف عليها حازم محمد علي وحظيت بدعم مباشر من محافظ بغداد فلاح الجزائري وحضور مشرف من حشد كبير لرياضيين قدامى. ولم ينقص فرحة المبادرة سوى غياب الجمهور غير المبرر على الإطلاق وإن تفنن البعض بعرض أسبابه المختلفة. إلى هنا أعطي كل ذي حق حقه وسجل التاريخ هذه المبادرة بعرفان وتقدير لمنظميها والمشاركين فيها. ولكن من يرد على تساؤلات عوائل عشرات النجوم ممن يمرون في ظروف أصعب وأمر مما هم فيه عوائل النجوم الخمسة؟ من المسؤول عن اختيار الأسماء ووفقا لأية معايير كروية واعتبارية؟ إن لم نقل إنسانية خصص لهم ريع المباراة، هل يتوقف مفهوم التكريم عند أسماء بعينهم دون غيرهم؟ إن كانت مناسبة الاحتفاء بهم الذكرى 12 لانتزاع كأس آسيا 2007 والتي شهدت أعظم درس في مفاهيم التعايش الإنساني عندما وحد هذا الانتصار الرياضي عموم الشعب بعد أيام حرجة سفكت خلالها الدماء واجتسأت صورة المأساة من تاريخ أرض الرافدين، لتأتي هذه المباراة وتفرق بين أبناء الكرة حتى وهم تحت التراب. كيف تخلى اتحاد كرة القدم عنهم وأساس بنيان تاريخه؟ روته دماء ودموع أجيال صبورة نذروا أنفسهم لأفراح الشعب وقلفوا البكاء لأبنائهم وأحفادهم المهملين من الحكومات المتعاقبة طوال العقود التي تلت تأسيس منظومة اتحاد اللعبة عام 1948. أول من يسأل ويحاسب هو الكابتن يونس محمود رئيس رابطة اللاعبين الدوليين القدامى، كيف ترضى على انتقائية الأسماء المكرمة دون غيرها ونحن على يقين أنك وافقت وشاركت واحتفيت بذكرى آسيا دون أن تبدي رأيا مسؤولا عن الفكرة ومضمونها؟ ترقب مشوب بالحذر، قلق وتوتر وأعصاب مشدودة، تلك هي حال كل جماهير الترجي التونسي قبل ساعات من إعلان المحكمة الرياضية الدولية عن حكمها النهائي في قضية نهائي رابطة الأبطال الإفريقية للموسم الماضي. صحيفة الشروق التونسية وصفت حال جماهير الترجي فخرجت بعنوان تقول فيه: الترجي ينتظر عودة الكأس. وحددت المحكمة الرياضية اليوم موعدا لإعلان حكمها بخصوص ملف نهائي رابطة الأبطال والذي يمني الترجيون النفس بأن يكون نصرا لفريقهم ولكرة القدم التونسية بإقرار أحقية الترجي في التتويج ونقض قرار الكاف القاضي بإعادة لقاء الإياب في ملعب محايد. أهلا بكم مرة أخرى وإلى الأخبار العالمية، حيث برزت على ساحة الأخبار العالمية صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والتي تقضي بانتقال مهاجم المان يونايتد لوكاكو إلى اليوفي مقابل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا. صحيفة ستار سبور الإنجليزية تابعت فعنونا تقول: بداية ديبالا. وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني سهل من عملية إتمام الصفقة بعدما قال نعم لمانشستر مبديا رغبته في خوض التجربة في الدوري الإنجليزي. كما وصفت الصحيفة الصفقة بالعادلة نظرا لما يتمتع به القادم مميزات في حين لم ينجح المغادر لوكاكو في إقناع جماهير مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.
صفقة مانشستر يونايتد واليوفي من وجهة نظر الصحف الإيطالية أسهمت في اشتعال سوق الانتقالات. صحيفة لا غازيتا ديل سبورت الإيطالية تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: لوكاكو نعم لليوفي، ديبالا سيرى يونايتد. وحسب الأنباء فإن فكرة الانتقال لمانشستر تروق للأرجنتيني، ووفقا للصحيفة فإن ديبالا يريد راتبا سنوي يقدر بعشرة ملايين يورو. ووفقا للأنباء فإن يوفنتوس على استعداد للتخلي عن الأرجنتيني إلى يونايتد طالما حصلوا على مبلغ يتراوح من 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى البلجيكي في المقابل. وأكد نائب رئيس يوفنتوس والأسطورة للنادي بافيل نيدفيد أن هناك بعض الاقتراحات وبعض الاهتمام بديبالا، لكن النادي ينتظر تحركا ملموسا. أشارت صحيفة إسبانية عبر غلافها الرسمي إلى رغبة النادي الكتالوني برشلونة في شن الهجوم الأخير لأجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، فخرجت الصحيفة بعنوان تقول فيه: هجوم برشلوني النهائي من أجل نيمار. وأكدت الصحيفة أن إدارة البارسا أخذت زمام المبادرة في العملية وستقدم عرضا رسميا لباريس. وأضافت الصحيفة بشأن عدم رغبة نادي الأمراء في التخلي عن البرازيلي قائلة: النادي الباريسي يحاول بشدة الاحتفاظ باللاعب، ويرسل المدير الرياضي ليوناردو إلى الصين لإقناعه بالبقاء في باريس. أما انتقال نيمار إلى برشلونة، ترى صحيفة الموندو قريب من الواقع، وربما يكون الحسم قريب جدا، حيث جاء في عنوانها تقول: قمة ليفربول. وسلطت الصحيفة الضوء على اللقاء المنتظر بين بارتوميو رئيس نادي برشلونة والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لأجل التعاقد مع نيمار. ويجتمع بارتوميو مع الخليفي في 16 من شهر أغسطس ضمن فعاليات مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية في مدينة ليفربول. ومن المتوقع أن يشهد هذا الاجتماع تطورا كبيرا في صفقة عودة البرازيلي من جديد إلى الكامب نو. سلطت صحيفة الماركا الإسبانية الضوء عبر غلافها الرسمي على الأداء الباهت الذي قدمه النادي الملكي ريال مدريد منذ بداية الجولة التحضيرية الصيفية، فخرجت بعنوان تقول فيه: استيقظوا. وكتبت الصحيفة: لم يتبقى سوى 18 يوما على بداية الليغا، ولا يزال الريال يعاني، وتلقى هزيمة أخرى في الأمس على يد توتنهام مما تسبب في إثارة قلق الجماهير البيضاء، ولولا نفاس لهزم الريال بنتيجة أكبر. وأضافت قائلة: خلال جميع المباريات الودية التي خاضها الفريق لم يتمكن من التقدم بالنتيجة ولو لدقيقة واحدة، ولا يوجد حل سوى التحسن اليوم أمام فنربخشة التركية. وختاما مع صحيفة الأس الإسبانية التي كانت قاسية جدا على نجوم ريال مدريد ومدربهم زين الدين زيدان، حيث ترى بأن الفريق لا يملك إلا لاعب واحد حقيقي، فخرجت بعنوان تقول فيه: كيليور ولا شيء آخر. وسلطت الصحيفة الضوء على الأداء الرائع الذي قدمه الكوستاريكي كيليور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أمام توتنهام، وإنقاذ الريال من هزيمة من العيار الثقيل. ولا يزال الفريق الملكي يقدم أداء متخاذلا دون تقدم ولا تسجيل أهداف، ولو لا نفاس لهزم الريال شر هزيمة مثل ما حدث أمام أتلتيكو مدريد. كما وجهت صحيفة اللوم على البرازيلي مارسيلو بسبب أداء توتنهام الفوز على طبق من ذهب، قائلة: مارسيلو قدم الفوز لتوتنهام. الآن إلى فقرة الكاريكاتير وآخر الرسومات المختارة لهذا اليوم، نتابع. وصلنا بكم إلى الختام، نترككم وأنتم في صحة وعافية، إلى اللقاء.